تشوفوني فيها، فلا تنسوا تروحوا تشوفوا البرومو عشان تعرفوا ايش الحكايه وتشتركوا في القناه مره واحده. ترى لساتنا في اول 2018، واللي ما لحق على تحدي الاسبوع الاول والثاني والثالث بحط لكم فوق في الصندوق الروابط بالحلقات اللي فاتت. لا تنسوا تشاركوني تجاربكم على الهاشتاجات التاليه في تويتر. في اخر كل شهر ميلادي راح اخذ معاكم كده بريك عن الرياضه شويه، بس في نفس الوقت راح اعتمد انزل لكم مواضيع تثقيفيه عن الرياضه وما حولها. في حلقه اليوم راح نتكلم عن الاتيكيت في الجيم. شوفوا، الجيم مكان زيه زي اي مكان تاني، له روحانيته وجوه وموده الخاص. كونه مكان حركي وفي ناس رايحه وناس جايه وازعاج ومكاين، ما يعني ابدا انه احنا المفروض ان نخترق اي واحده من هذه الاداب او الاخلاقيات. كده في تعليق عندي للناس اللي تروح الجيم، ارصد ودني حنينه، تعالوا نشوف. الرجاء من السادة والسيدات مرتدو الجيم الالتزام بآداب وقواعد التواجد على متن صالاته. نرجو منك عدم التحدث على جوالك في صالة التدريب والتوجه لخارج الصالة لأنك لا تنتبه لصوتك العالي وأنت تتحمس في الكلام مع خويك، فمكالمتك التافهة قد تشتت انتباه من يجاورك في التمرين. إن كنت لحستي في مخك كالعادة وأعجبك ما ترتديه إحدى المتمرنات، فحاولي جاهدة أن تغلقي فمك وتصبري لحين أن تنتهي هي من التمرين، وحينئذ يمكنك التوجه للسؤال حتى عن نخرتها لو أحببت. مقاطعتك للمتمرنات في منتصف التمرين يضيع عليهم عدات التكرار، وقد ينتهي بك المطاف إلى كف على وجهك الممسوح بمرق. وحتى إن نويت أن تتحدثي لأحد ما، فتأكدي أن الوحيد الذي يسمعك هو ذلك الشخص وليس الجيران والحارة يا صمخ. عليك دائما وأبدا إحضار سماعاتك لتجنب إقامة أي نوع من أنواع المهرجانات من جوالك، لأن ذلك يعد تصرفا غير حضاريا، ويلزم عليك أن تلم قشك وتذهب للبيت لإحضار تلك السماعات. لا ينبغي عليك أن ترزع في المكائن رزعا حتى تظهر لنا مدى قوتك وجسارتك، فأنت بذلك تطير ملائكة أمنا، وسيأتي اليوم الذي ينهد فيه الجيم على رأسك إن شاء الله بسبب حركتك الوسخة. عند أدائك للتمرين فإنه لا يجب تخويفنا بصوتك وإصدار أصوات تشبه أصوات الحرمة على وشك الولادة. نكرر، السادة الكرام من مرتدي الجيم، نرجو منكم تجنب جميع ما سبق ذكره من الأفعال المشينة، كما نتمنى لكم يوما جيميا سعيدا من غير أحد هؤلاء المزعجين. إلى هنا أكون وصلت معكم لنهاية الحلقة. إذا تعرفوا أي أحد من الناس اللي ذكرتهم أرسلوا لهم المقطع، خليهم يحسوا على دمهم. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تسووا لايك وشاركوا الحلقات مع صحباتكم البنات، واشتركوا في القناة عشان تجيكم التنبيهات بتحديات الأسبوع الجاي. لا تنسوا تتابعوني في تويتر وإنستغرام